غير باش نوضحوا واحد الحاجه بالنسبه للشغب مثلا كيوقع في بروكسين هنا في لابيلجيك اون جينيرال. لابيلجيك باش نقدر تقول شي حوايج اللي يمكن فريمون بزاف ما كيعرفوهمش صحاب ليهم. الشغب وقع وقع زعما اكوز ديال الماتش ولا شي حاجه سين غينا بو سين غينا بو غادي نشرحوا هذا الشيء اي طباريطه حيت بزاف ديال الناس ما سحبش لي اسحب ليهم غير الماتش وقع دار الصداع الجمهور مع الجمهور ما كاين والو. كاين واحد الحاجه هنا في لابيلجيك سيرتو بروكسيل راه المغاربه اللي كاينين في بروكسيل اكثر من بلجيك اللي كاينين في بروكسيل البلاجيك اللي كاينين قل بزاف بارابور المغاربه. دوك انا اش كاين اللي زايدين هنايا اللي زايدين هنايا بالضبط هما اللي دايرين ديك الشغب باش تعرف اللي زايدين هنايا هما اللي كيديروش. كاينين صراعات داخليه كاينين صراعات كاين صراع كاين المشكل ديال لي دونتيتي كاين المشكل بزاف ديال لي دونتيتي هادو بحال اللي كاين واحد الصراع خايب مع المخزن مع المخزن ديالهم بين الناس اللي زادوا هنا المغاربه اللي زادوا هنايا والمخزن ديالهم. كاين صراع نقول لكم مثلا اكثر مثلا حنا في الريف الصراع اللي كاين مع المخزن حنا الريف الصراع اللي عندنا مع المخزن راه هنا اكثر. يعني هنا المغاربه اللي زايدين هنايا مع المخزن ديالهم راه الصراع اللي كاين بين الريف والمخزن ديال المغرب راه اكثر راه هذا الصراع اكثر. داكشي اي فوا كيتوقع شي حاجه كيبروفيتيو خسروا ربحوا ما عندهم مشكل. كاين صراع داخلي كاين صراع من صراع نقدروا نقولوا صراع ازلي واش فهمتي واش فهمت ديما غيبقى هادشي ما عمرو غادي يسال هاد الصراع ما عمرو غادي يسال بصح ما تقولوش زعما راه انا ما كندافعش على هادشي شخصيا ما كندافعش على انه يديروا هاد الصداع ولا ولكن ما تقولوش انه مشكل جا من الماتش. اي حاجه كتوقعنا راه في العيد في العيد العيد الكبير العيد الكبير كيجي عيد الكبير الناس كيحتفلوا كيجيو كيضربوا مع المخزن اي فوا يجتمعوا شويه شي فيت هكا كيجتمعوا به الناس كيوقع صداع مع المخزن كيمشيو عندهم ديك كيحاولوا بروفيتيو لو ماكسيموم لو ماكسيموم عاد الماتش اجتمعوا راه سي بوفيس غادي يوقع داكشي وخصك نتفاهم بانه كاين مشاكل كاين مشكله واحد الصراع كاين بين المخزن جو بونس با المخزن عنده الصراع مع يقدر هنايا واحد النقاش اخر حتى المخزن عنده الصراع مع الشعب اللي زايدين مع اللي زايدين هنايا واللي زايدين هنايا راه عندهم واحد المشكل كبير واحد الصراع كبير مع المخزن ديال لابيلجيك. هذه باش نوضحوا شي مسائل صعيب تحكم واش فهمتي ولكن كيبقى شاغل كيبقى شاغل ما خصوش يدار دار شفت شي حوايج انا اليوم صورت مازال غندير واحد بوست واحد الفيديو غادي نتبع نشوف هذا الشيء صورت الشيء اللي هرسوا الروينه كامله غادي تشوفوا ولكن كيبقى حنا ما كنتفقش بانه يوقع الشغب هنا هذا غير توضيح باش نقولوا باش صحاب لهم الناس راه بالماتش راه كيقول لكم في العيد العيد كل عيد الناس كيحتفلوا كيمشوا وكيوقع الصداع يعني عادي هادشي ماشي عادي ماشي عادي ولكن كيبقى شغب.